انا اسمي احمد بدوي من سوهاج مركز خميم. شغال في الصنعه دي بقالي 6 سنين. اتدربت في مؤسسه اسمها مؤسسه الفراعنه، انا ومجموعه من الشباب. بعد التدريب بقيت اشتغل على نول زي كده، في وحده بس تبعهم هم، على نول زي كده بقيت اطلع المنتجات زي كده وهم بيسوقوها. بقيت اطلع معاهم معارض وساعد في تسويق منتجات الاسر المنتجه، وبحاول وبنطور فيها، وبنحاول نخلي الناس تعرف الشغل اليدوي ونوريهم طريقته وازاي بيتصنع على خشب زي كده، وشغل يدوي ازاي بدون اي مكان او اي كهرباء بتدخل فيه، وقطن 100% بدون اي الياف صناعيه وما فيهوش اي بلستر، وفي اقبال عليه والناس ما تاخد الشغل وعارفاه شغل قيم وشغل بيعيش وكل حاجه. تبع جاي معاهم بسوق المنتج، وجاي كمان النول عشان اوري الناس فكره النول وفكره النسيج اليدوي. انت شغال ازاي وانت شغال كده شغلك كده؟ تمام. لما تتقطع فتله زي كده، لما تتقطع فتله زي كده اوصلها عشان ايه ما تبانش عيب في الملايه، ما يبانش عيب في السجاد. لا الكوفرتا مش السجاد. تمام. وعديها في مكانها بالظبط اللي كانت فيه الاول. تمام. وعديتها واشتغل عليها بعد كده وكانها ما فيش حاجه. دي مرحله بيبقى اسمها السده. تمام. بيجيبها واحد، دي مرحله اسمها السده، بيجيبها واحد اسمه المسدي، بياخد الفتل دي ويفضل يمشي بيها. تمام. لغايه ما يعمل عدد معين او حجم معين للفتله، وبعد كده يروح يكورها بالشكل ده. تمام. دي اول مرحله. المرحله الثانيه بعد كده مرحلة اسمها اللقة. تمام. بتاخد الفتلة زي دي وتعديها في الابيض ده. تمام. وبعد كده تعديها هنا، وانا بعد كده اخر مرحلة بدوري انا اقوم بشغل الكوفرتا واصنعها. ممكن كوفرتا يعني تاخد معي 4 ساعات على ما تخلص. على حسب الحجم هي برضو، احنا على حسب الحجم برضو، بيبقى على حسب الصنايعي. ممكن صناعي يطول فيها، ممكن صناعي يخلصها بدري كده يعني.